في اليوم راح اتكلم انا اذا كان عندي ملف اوتوكاد وبدي ابلش اعمله على ريفت. شو اللي بعمله؟ هل موجود عندي هذا الملف؟ اعمله اول شيء راح اعمل سكر هذا الملف، راح اقول اوكي، فوت على ريفت، افتح نيو اركتكتشرال تمبلت، بعدين بعمل اليو ان اول شيء سنتيمتر، باعتبار انه عندي اصلا هون الوحدة كانت بالسنتيمتر. راح اروح اعمل انسرت، في عندي طريقتين، يا اما الامبورت كاد يا اما اللينك كاد. بهي الحالة بما انه المشروع جاهز ما راح اغير فيه، فلهيك راح استخدم الامبورت كاد. حالة انا استخدمت اللينك كاد، اي تغيير بقوم فيه هون فهو دايركتلي راح يتغير بالكاد. راح نعمل امبورت كاد ونروح عند الملف، أتأكد أنه أورجنت أورجن على الليفل 1، الليفل اللي أنا واقف فيه. أتأكد أنه اليونت سنتيمتر، أوكي أوبن. خلينا نقول له كورنت فيو أونلي بس مشان نحط إياها موجودة هون على الليفل 1، أوبن. حاليا صار عندي وجود ملف هون، فينا أعمل له طبعا أنبن، بعمل له فقط موف بهالشكل، برجع بعمل له بين. أنا بلش أعمل عليه الوولز. اللي بشوفه أنا عندي هم موجود عندي نوعين من الوول، واحد 25 سم والتاني اللي هو هاد 10. أول شي بروح بعمل وول جديد، ممكن اختار هذا النوع اللي قبل ما اقله إيديت راح اقله دوبليكيت، خليني أسميه 25 سنتيمتر، اوكي. بعدين نروح لعند انه ادت 25، اوكي اوكي بروح بعمل اجين ادت الهاد، بعمل دوبليكيت، خليني اسمي 10 سنتي، اوكي ادت، اوكي. خليني راح ابلش بالاوتر وولز، نختار ال exterior finishing one، finish face exterior one، لين ببلش أرسم الحيطة. فيني طبعا أستخدم البيك line، أستخدم هيك، ولكن أنا بفضل أرسم رسم عادي CS to create similar. بعدين ببلش ألحق الحيطان الموجودة عندي.